تكملا لمجهودات تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في اداره او فعاليات الحوار الوطني مع جميع القوى السياسيه مع الاحزاب ومع وفي الشارع المصري. النهارده كنا في استضافه حزب الاصلاح والتنميه وتناقشنا في عده قضايا وكنا بنشوف ايه اولويات الحزب لرفع هذه التوصيات لإدارة الحوار الوطني. تناقشنا في جميع المحاور واللي كان على رأسها قانون محليات الذي سيتم طرحه قريبا عن أولوية الشارع المصري، هل هي اقتصادية أم أولوية سياسية أكثر، وخرجنا بعدة توصيات سوف يتم رفعها إلى إدارة الحوار الوطني. تحاورنا على أهم أو أولويات حزب الإصلاح والتنمية ورؤيته في الحوار الوطني، ويمكن دار العديد من النقاشات الحقيقة، وكان يمكن أبرز الملفات اللي تم طرحها ما في شك الانتخابات المحلية والمجالس المحلية وأيضا قانون التصالح، ويمكن ذكرنا كثيرا من التحديات الاقتصادية اللي بتقابل المواطن المصري في ملف الزراعة وملف السياحة وعدد الحقيقة من الملفات الكبيرة جدا. الحوار الوطني لازم يوصل للشارع ومخرجاته لازم تأثر في حياة المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. لازم المواطن المصري البسيط اللي حتى مش مهتم بالسياسة يحس إنه النخب قعدت واتكلمت ولقيت له حل في أزمته الاقتصادية، في المشاكل الاجتماعية، وإن كان حتى في تغيرات سياسية تعود بشكل إيجابي على طريقة ممارساته وحياته بشكل عام. فلازم حالة الحوار والحراك السياسي اللي حاصل تتنقل بشكل إيجابي على المواطن المصري.